نكملو دونك دوزيام بارتي نتاع الفيديو هذه اللي تحكي على الموضوع الهام برشا نتاع الطلاق، علاش فما برشا طلاق في بلادنا. وقلنا في البارتي الاولى حكينا على الاسباب اللي تخلي الناس تعرس، دونك الاسباب اللي هي مبنيه على الضغط الاجتماعي، مبنيه على اي فماش حويجه ديك الطفل عمرها 20 سنه، اي فماش حويجه، اي ربي يخفف مكتوبك، فهمت؟ مبنيه على المال والبنون زينه الحياه الدنيا، دونك لازمنا نعرسوا باش نجيبوا صغار. دونك ان شاء الله فهمنا في البارتي الاولى كون العرس وقت اللي يجي عن طريق ضغط اجتماعي راهو صعيب باش ينجح، صعيب. دونك عادي جدا كونك تحس بفراغ كبير في العلاقه وتحس اللي راجلك ما يفهمكش ولا ما يحبكش. انا قديش من وحده من صاحبتي تقول لي ما يحبنيش، انت كومون تو سي اللي هو ما يحبكش؟ تقول لي خاطر مثلا ما يعاونيش في الدار، ولا ما يجيبليش كادو في عيد ميلادي، فهمت؟ شو باغ اكزومبل لازمك تفهم اللي هو ينجم يعاون في الدار خاطر تربى في عائلته يعاون وما يحبكش. نجم يكون هو يعاون معناه في الدار، يغسل معون وكل شيء، مش خاطر يحبك، خاطر هو تربى في عائلته بوه يغسل معون ويعاون، تفهم فيا؟ كيما ينجم ما يعاونش في الدار، ما يعاونش، ما يغسلش المعون، ما يخرجش الزبل اتسيتيرا، لكن يحبك. كيف كيف خاطر هو تربى في عائله اللي ما يعاونوش، بوه مش مستانس يعاون، ولا بوتيتغ عندهم فام دو ميناج ولا ظروف معينه، فهمت؟ ما يجيبش كادوات، كيف كيف ينجم ما يجيبش كادوات ويحبك على الاخر على الاخر، كيما ينجم يكون نهار كامل يجيب في الكادوات ويكذب ما يحبكش. وهذوما موجودين منهم برشا، فهمت؟ يستعملوا الفلوس باش يسيطروا على المراه ويقول لك لا ونسى يحبوا الفلوس ودرا شنو. هي علاش هذا الكل؟ على خاطر العلاقه ماهيش مبنيه على بروجي بين المراه والراجل، مبنيه على ضغط اجتماعي، مبنيه على افكار وبرامج مبرمجه في اللاوعي نتاعنا، فهمت؟ نتاع عايزني ناخذ راجل لبس عليه باش نلبس الديامنت والذهب ونعمل كذا ونعمل كذا ونسافر ونشري كذا، فهمت؟ دونك ننصحكم زيدا تقرا ولا تتفرجوا حتى في اليوتيوب، مش لازم تقرا، اكتب ايكارت تولي تو، نكتبهم لكم في الديسكريبسيون، اما مش باش نحط اليان، خاطر ساعات انا نحط اليان وانت تمشي اليان هذاك وما يعجبكش تبطل جمله. ريت ايكارت تولي بصراحه طياره على الاخر، امانه جو بريفير انت اكتب ايكارت تولي وتو يخرجوا لك دي سيري وقدامها امور مثلا داكور ولا غولاسيون انتيم، تو يخرجوا لك دي فيديو انت تبدا تشوف بشوي بشوي، يمكن وحده تعجبك وحده ما تعجبكش، وحده تدخل لقلبك وقال تو بارل، وحده لا، فهمت؟ دونك عندك ايكارتولي بصراحه ياسر يعجبني في الموضوع هذا، قديش هو هادي قديش هو ستابل، هو سي لوتور دو ليفر لو بوفوار دو مومون بريزون بالانجلي ذا باور اوف ناو، ياسر طياره ويفسر معناتها الصميم نتاع العلاقه بين زوز من الناس كون هي ماهي اون فيت هي ماهيش علاقه مبنيه على الضغط الاجتماعي وعلى انا شنو نحب وكديبوندونس افكتيف ونحكم فيك وتحكم فيا ونوري العباد اللي شو راجلي محلاه ونوري العباد اللي شو مرتي محلاها، وكل لوجيك نتاع البوسيسيون هذيك كي تون لوجيك ماتيرياليست دون لا سوسيتي دو كونسوماسيون، فهمت؟ كيما انت تملك كهرباء تملك دار دونك تملك مراه مزيانه، سي ان تروك كي كومبليت لو ديكور. ايكارتولي معناتها يعاونك باش تخرج من الغوبريزونتاسيون كونسوميريست هذيا نتاع العلاقة نتاع تملك الراجل ولا تملك المرأة. عندك زادا ابراهام هيكس حكيت لكم عليها في كتابها Ask It's Given، عندي دو ولا تخوا ولا كات فيديو على الكتاب هذا اللي هو حاجة طيارة ياسر. ابراهام هيكس، ابراهام كيما ابراهام هيكس، هيكس كوم سا سيكري، فهمت؟ اكتب قدامها مثلا لاف ابراهام هيكس قدامها لوف، تلقى زادا برشا دي فيديو، والباهي فيها هذيا خاطر هي تمشي تعمل دي كونفيرونس ويسالوها العباد دو بالانجلي دوكو، يسالوها مثلا عندهم مشاكل في الحياه الزوجيه ولا دون لي كوبل وكل، وهي تجاوب. ياسر طياره سوفون، انت السؤال اللي عندك في قلبك باش تلقاه معناتها سالوه لها وهي جاوبت عليه، ودونك تفيدك برشا، فهمت؟ زادا ريفيرونس اخرى دون ميغيل رويز، دون اسمه هكا دي او ان قدامها ميغيل رويز ار او اي زد، عنده زاد كتاب طيارة ياسر على الحب،
كتب معناتها اسم مقدم وامور طويل شويه سي فري، اما انت كيما قلت لكم معناتها تسمع كل يوم شويه الصباح وانت تخمل ولا العشيه وانت في الدار اللي هي تبدا او ميم طون تسمع وتقضي في شورك ولا تغسل في الماعون ولا في الكهرباء ولا ماشي تخدم ولا كذا. بشويه بشويه صدقني مخك يتبدل. وكيما ديما نقول لكم تبعني في الشين يوتيوب هذه اقرا خير، اقرا الحاجات اللي نعطيهم لك تشوف كيفاش حياتك تتبدل. راهو حتى كنت تنجم انت مخنوقه وماكش فيه ما راجلك وناوي تطلق وكل شيء، ممكن هذاك الكل تفيق اللي هي كيما نقولوا مشاكل سطحيه، خاطر انت ماكش فيه ما روحك وماكش فهمتو وماكمش فاهمين مع انت اساس العلاقه بين الراجل والمراه. نهار اللي تفهموها تخرجوا من الزون نتاع الكونفلي للزون نتاع لو كونفور اي لا بوتي دو لا ريلاسيون. زيدا ريفيرونس اخرى ياسر طياره مازلت كي اكتشفتها بصراحه، مازلت كي اكتشفت قبل ما ننسى، زيدا فما كتاب اسمه لا بروفيسي دي زوند، انا عملت عليه فيديو بريزونطاسيون ماني لا بروفيسي دي زوند، هكا اسمه لا بروفيسي دي زوند اوند بالا ا ان دي او اس. هو مش يحكي على الحب بالذات اما يحكي على العلاقات البشريه بصفه عامه ويفسر العلاقات عن طريق الطاقه. بصراحه زيدا معناتها كي تكتشف الكتاب هذايا تقولي انا وين كنت وقديش ضيعت عمري. والله انا تمنيت انا معاش كي حكيت لكم كي مشيت نقرا في فرنسا سوفون نلقى في السيتي وقدام السيتي برشا دي جون قاعدين، نقول ما وين تقرا انتم؟ فاش يقول لي نو جو في اون بوز سيت اني. شنو هي بوز؟ نقول في قلبي احنا نبداو نجريو باش نربحو عام وندخلو 5 سنين عرفتك الريتم هذاك نتاع الحصنه نتاع الكورس. وهو ما تلقاه يخول باك، وحتى قبل ما يخول باك يقول لك جو في اون بوز، انا جو في فواياجي جو في ريفليشير جو في بروندر مون طون. تقول له شنو باش تقرا ولا شنو باش تخدم؟ جو نسي با جو في فوار جو ريفليشي جو برون مون طون. مش نورمال راهو قداش يعطيو الوقت لرواحهم باش يكتشفوا رواحهم باش يكتشفوا الحياه، فهمت؟ واحنا نبداو على بعض في لازمك تكمل قرايتك وتاخذ راجل وتجيب الصغار وتكملهم الكل تجي في عمر الـ40 تحسك الفراغ الداخلي الكبير ياسر وتقول شبيني انا مضغوطه شبيني سافا با شبيني مش سعيده، هاني وصلت انا قريت القرايه اللي قالوا لي عليها الكل ووليت طبيبه ولا وليت نعرفش شنو وخذيت راجل باهي كما يقولوا العباد وكنت ماشي في بالي اللي نحبه وهاني نحس روحي ما نحبوش توا. خاطر هذيك الكل القرارات اللي خذيتهم في حياتك الكل مبنيين على الضغط الاجتماعي ومش على الذات الدخلانيه نتاعك. يعني اكزامبل كو جو برون توجور افيك لي ستوديون، نقول لهم ريتو البابيون كيفاش يتحول من نعرفش بالعربي كيفاش معناها كومون لا شوني دوفيان بابيون، دوده هي تبدا دوده صغيره تدخل في روحها كيما نقولوا تعمل كي الكوكي، فهمت؟ الكوكي هذيك قالك تبدا تنزل عليها تنزل عليها تبدا تضغط عليها، فهمت؟ وشنو يصير؟ يصير موت داخلي. ريت الدوده هذيك اون فيت نوعا ما تموت، فما دي سيلول يموتوا باش دوطخ سيلول يخرجوا ويولي بابيون ويخرجك الجناحات نتاعو. لكن قالك اذا ما يوصلش يكسر الكوكون البابيون يموت في وسطو. عاش كان فهمتوها ليماج معناها راهو في الحياة إذا أنت تحس بضغط بضغط ومخنوقة وسافا با أوكي عندك خدمة باهية أوكي وصلت كذا مي سي با سا تحس روحك متقلقة أون بلوس دي دولوغ معناتها فيزيك ولا مش حتى المرضى وبرونشيت ولا أنجين، ها ضغط وجيعة ومفاصلك توجع يديك توجع تحس فاتيك تحس ستريس راسك ديما يوجع الضغط هذاك راهو صدقني أنت peut-être que tu es en train de former tes ailes et qu'il y a un être intérieur qui est en train de mourir, qui m'a la chenille, pour se transformer et devenir papillon. Donc, tu écoutes ton intérieur, وتقعد تغطي في الضغط هذاك كيما راسك يوجعك تاخذ حربوشه نتاع دوي الراس، فهمت شنو؟ واحد عنده كهرباء مثلا ويشعلوا الضوء الاحمر نتاع الزيت داير يلزمني نبدل زيت الفران، علاش تفكرت الحكايه؟ في عوض تمشي تبدل الزيت تاع الفران تحط ورقه هكا قدام الواحد نتاع الزيت باش ما عادش تشوفوا الكلينيوتون.
شنو يصير؟ انت ما تعدم الوحدة متاع الفران هكا ولا كيف كيف؟ راهو اذا انت عندك وجاية، عندك قلق، عندك ضغط، ومتحبش تسمع بدنك، تاخو حرابش وجهة الراس، والا حرابش من نوع اخر، تعمل شوبينج، تمشي تحب تسافر، تشري مكياج، تشري مونجيلا، تشري ساك، تشري ديامون، تشري درشنو، هذاك زاد كي الحرابش راه كيما المسكن نتاع كيما دولي بران، فهمت؟ اما دولي بران مونتال في هذه راهي خايبه برشا، على خاطر لا يقدر اكل بابيون انتيريور يل فا موريغ، فهمت؟ لازمك تخليه البابيون انتيريور يحل جناحاته ويخرج للحياه، وبارفوا سي دولورو، بارفوا سا رومي ان كيستيون دي شوا، بارفوا تفيق اللي انت tu n'es pas faite pour ce travail. وي بارفوا بعد ما توصل تكمل قرايتك وتخدم ناش قداش من عام تقول نو سا مي كوريسبون با، وقتها عندك حل من الاثنين، اما تكمل تغمض عينيك على الغلطه هذيا و tu prends le risque حتى زاد باش بدنك يكون امراض اللي هي ما اخطر، فهمت؟ والا tu fais preuve de sagesse، تقف tu prends des vacances مش طول تبدل، خاطر تنجمش طول تبدل، tu prends des vacances مثلا، ما عادش تمشي تخدم الخدمه هذيك، امشي اعمل روندوني، امشي للسويت، امشي لعند راهم، امشي وين تحب انت، بدل السيستيم، ولي كل صباح اعمل مارش، اعمل سبور، ما نعرفش نعمل فورماسيون كويزين، كعك ورقه بقلاوه اللي تحب انت، بدل، فهمت؟ تو بشوي بشوي لي ريبونس انتيريور فون ايمرجي، فو فويي سكو جو دير، سا سي تري تري امبورطون باش البابيون الدخلاني ما يموتش. دونك خليني نرجع نحكي لكم على الديكوفيرت الكبيره اللي عملتها، اللي هي تعاوننا زادة باش نفهموا الفرق معناتها بين الحب الحقيقي كيما نقولوا، وال مش الحب المزيف، اما لي كو دورمون لي 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 ريسونتي والا سو كي سباس او نيفو دو لا بيوشيمي دو نوتر كور اي كي اي ناتورال، نو سوم في كوم سا، فهمت؟ سينو ان بو با يافوار اون اتراكسيون انتر ان اوم اي اون فام. لكن الغلطه كونك تنساق وراهم وتتبعهم اشاك فوا تتبعهم، فهمت؟ ابري تو انت مراه وتعرف انت كل شهر يجيوك لي ريغل هكا ولا شنو معناه؟ معناه كل شهر عندك دي زوفول، معناه كل شهر انت عندك قابليه باش تجيب صغير. اسكو معناه يلزمك كل شهر تحبل، كل شهر تجيب صغير، شوف اسكو جو فدير، معناه تصور انت جو فدير كو لا ناتور نوزا دوتي دان سيستيم ان موديل دو باس، فهمت؟ موديل دو باس، انت موديل دو باس هذاك لازمك تعرف كيفاش تستعملو، فهمت؟ سينو تصور انت ودير نساء قبل يجيبوا 12 و13 و14 لينك هاو معاش نجم تجيب كيما نقولوا هكا صاي. دونك كيما انت تتحكم في الشيء هذا، زاد يلزمك تتحكم في لي كود هرمون هذوما، فهمت؟ مش تنساق وراهم، يلزمك تعرف تاخذ القرارات الصحيحه، وباش تاخذ القرارات اللي تري امبورطون باش تفهم شنية ماهيه الحب، شنو معناتها الحب. ولهنا انا الحقيقه راني عندي تاثيرات صوفيه كبيره ياسر، يعني الاتجاه الصوفي في الاسلام، ابن عربي والرومي وكل شيء، فهمت؟ وحضرت لكم زاده فيديو على قواعد العشق الأربعون، كتاب هي روايه معناها ولات معروفه عالميا، واللي هي تحكي على هذوما الصوفيين، شمس الدين التبريزي وجلال الدين الرومي وكل حاجه طياره ياسر. دونك ننصحكم زاده تشوفوا واحده في اليوتيوب وفي الفيسبوك اسمها خديجه كامل، هكا خديجه كامل داكوردو. دونك شفتها ريسامون عامله هكا ان لايف تفسر فيه، حتى شمعه هكايا شمعه وتفسر في اللايف هذاك، وتقول معناتها برشا كلام، تفسر في حاجات انا نعرفها لكن تلمو عجبتني، قلت خلينا نحكي لكم عليها، خاطر هي طاقه راه تنجم انت كي تسمعني انا المعلومة تتعدى، لكن ممكن كي تسمع خديجة كامل هذية تأثر فيك أكثر، فهمت؟ خاطر هي راهو مش المعلومة اللي أنا نقول لك فيها، هي الذبذبات اللي في صوتي، فهمت؟ هي الطاقة اللي أنا نعدي فيها. دونك في اللايف بصراحة ياسر عجبتني، تفسر معناها لايف اسمه متعة السير في الوعي، متعة السير في الوعي. شنو تقول لك؟ تقول لك راهو السير l'avancement dans ta vie, ce que tu fais dans ta vie, ou alors le monde extérieur, ce n'est que le reflet du monde intérieur. Tout se passe à l'intérieur de toi. Et c'est la thèse spirituelle, par définition.
واصلا هذاك المعنى نتاع التوحيد، فهمت؟ التوحيد. وهي تاخذ ليكزامبل نتاع الشمعه، توريك شمعه وتقول لك حاول باش تكون سونتري اونكري اون توا ميم، مستقيم، ماكش هكا تهزك كيما البوندول هذاك تهزك الدنيا يمين وتهزك شمال. دايوغ فما السين هذاك نتاع الثمانيه تعرفوه، il démontre كونه الانسان il est toujours en oscillation en fait. ريت الثمانيه اللي تبدا راقده هكا سيني نتاع الانفيني توجور اون اوسيلاسيون، يلزم يعرف يكتشف النقطه نتاع الوسط هذه، هذيك النقطه نتاع l'éternité ou la découverte de soi ou le nour ou le nirvana dans les traditions bouddhistes etc. Donc تفسر كونه الحب هو شنو الحب، هو كونك انت توصل النوع معين من الذبذبات اون فادير. مو تعرفوا احنا كلنا طاقه، الحياه احنا طاقه، البرتقانه هي نوع من الطاقه متجسد، كل شيء او نيفو معناتها دو لانفينيمون بوتي. لكن فما واحد اكسترا تيريستر مثلا يخزر لنا، فهمت؟ وعنده في عينيه كيما نقولوا ميكروسكوب كبير، فهمت؟ مش باش يشوفني انا هكا، باش يشوفني انا بكل هكا طاقه وموجات وذبذبات وكل شيء، فهمت؟ باش يشوف الهاله واللغة نتاعي. احسن اكزامبل باش تفهم الشيء هذا حل تلفزه، حل تلفزه وامشي قرب عينيك كي يحطهم قدام الكرا، شنو تشوف؟ تولي تشوف ان كنت صغار هكا ولا كي توخر انت تبعد على التلفزه تولي تشوف التصويره هكا الكل. دونك التلفزه كيما الدنيا، الدنيا هي من بعيد، من بعيد تشوف التصويره والعباد وانا وانت والشباك والكرسي، لكن كنت قرب عينيك وعندك ميكروسكوب معناتها كوانتيك، فهمت؟ نتاع لانفينيمون بوتي، تعود في وسط لاتوم، في وسط لي بارتيكولي ليمونتير، في الوسط الكل، فهمت؟ لا توت بوتيت ايشيل هذيك نانو، باش تلقاهم كل ذبذبات وطاقه كيما الكتل اللي في التلفزه. داكوغ حسي لدوم قالت لك الموضوع نتاع الحب، مش هو انت تحب فلان ولا ساعات يقولوا لي يا محلاك ونحبوك، مش انا محلاني ولا انتم تحبوني ولا احنا نحبوا خديجه كامل ولا غيرها ولا كارتولي ولا غيره. هما كيما نقولوا سي دي كلي فيبراتوار، تخليك انت تحس حاجه معينه، تولي انت تحس بالطاقه نتاع الحب. دور انت كي تقابل انسان وتحس اللي انت تحبه وانت مش تحبه هو، انت اكتشفت الحب كحاله، هذيك تفهم تولي ما عادش عندك مشاكل لا مع راجلك لا حتى شيء، خاطر انت كي قابلت راجلك وحسيتك الاحساس هذاك اللي محلاه، كي تفهم اللي انت ماكش تحب راجلك اون فيت، انت اكتشفت حاله الحب، اكتشفت ان تروك. كيما انت مثلا عمرك ما كليت هذا نوا دو برازيل اسمه، طياره بكل ما نفعني شريت منه باش نشمس شويه. كان انت عمرك ما ذقته وتذوقه باش تكتشف الطعم نتاعو هكا ولا تقول انت دونك كيف تحب تومب اموغوز راجلك ولا حاجه، انت اكتشفت نوع معين من الطاقه. كي تفهم الشيء ذا حتى كيف راجلك من غدوه مثلا، مثلا انت تقول له اعمل حاجه وما يعملهاش، ولا هو يتصرف بطريقه معينه قدام امه ولا قدام خواته، ولا يقول حاجه اللي انت ما تعجبكش، تولي ما تغشش منه وما تجيكش ديسيبسيون. علاش؟ خاطر انت ما عادش مربوطه بالعبد، تفهم اللي انت اكتشفتك الطاقه هذيك عن طريق العبد، تولي كيما نقولوا هو قال كلمه ما عجبتكش ولا حاجه ما تشبكش فيها، خاطر هو حر ما تنجمش انت تحكم فيه كيفاش يتكلم ولا كيفاش يخمم ولا اخته شنو تقول ولا امه شنو تنجمش. هو كيف عرس قداش عمره 30 40، هو 40 سنه عايش معاه، كيفاش انت تحب معناتها توا هكا كن فيكون معناتها باش يتبدل، وانت اصلا علاش تحب تبدل يا اخي سبحان الله تبدل فيه الواه، سي سا لو تروك. انت ماكش باش تملكو باش تاخذو اخذي تراجل، لا انت كيف قابلتو فقتو نتوما كاينكم مفتاح لبعضكم، انت مفتاح لي هو باش يحس بطاقة الحب، وهو زاد مفتاح ليك انت باش تحس بطاقة الحب. دونك ريت المشاكل نتاع الحياة ما تركزش فيها، تركزش فيه. انا حتى راجلي مثلا يبدا متغشش ما نناقشوش ما نجاوبوش، حتى مثلا يعمل حاجه متاع ولا يعيط عليا ولا حاجه ما نجاوبوش بكل، خاطر كي مش نجاوبو نشبك تولي عركه وتولي مشكله وسا سيغا كوا،
سي غيان، مش معناه هو ما يحبنيش ولا هو وقتها سافا با، دونك لازمني نخليه يل سو كالم ونستنى لو بون مومون باش نبدل كيفاش نقولوا نبدل الفيبراسيون، فهمت؟ نحكي في موضوع اخر، علاش؟ باش نرجعوا ما بيناتنا اكل الشيمي، يقولوا لها الشيمي دو لامور، فهمت؟ دونك هذه خديجه كامل تفسر كيفاش النور، الحب هو النور، قتلك والحب كتبتهم انا قدامي هو عبور طاقه الحب من جسمك، قالت لك وهذا هو مفهوم النور الالهي، ومن لم يجعل الله له نورا فلا نور له، فهمت؟ دونك قالت لك يزمك انت تجسد الحب، الحب يا ربي في داخلك، فهمت؟ وتحاول تفيد لا ميديتاسيون، تحاول تركز مع روحك. بالعاني راني نخليها الشمس خاطر نحبها الشمس، تعاوني باش نجم روسونتر، فهمت؟ باش نحس بالطاقه هذه بالنور هذا نتاع الحب بصفه عامه، فهمت؟ اللي هو مش مربوط بالراجل ولا بالصغار ولا الحب هو احساس، هو موجات، هو طاقه، فهمت؟ دونك تقول لك كيفاش ليكزامبل نتاع البوجي، الاستقامه اللي هي الاستقامه بتدر في الدين، وتقول لك خذيت اكزامبل مثلا كيفاش القصائد نتاع الحب وكالشوق وكل لي بويم وكل فيت النساء ولا الرجال اللي كتبوا القصائد هذه نتاع الحب، مش خاطر يحب فلان ولا فلتان، ولا الموضوع مش مربوط بالعبد، العبد هذاك اللي الشاعر قابله خلى الشاعر قادر باش يتقبل الموجات ولا الطاقه نتاع الحب، دونك يكتب عليها، هو يكتب على الحب كإيتا كحاله، فهمت؟ دونك الشوق هذاك وكل حاله، فهمت؟ دونك فوالا، ان شاء الله تكونوا معناتها استفدتوا من الفكره هذه، شوفوا لي ريفيرونس اللي عطيتهم لكم، وما تنساوش كونوا معناتها سي تري امبورطون دو بروندر لي ديسيزيون، كانك انت قادمه على العرس ولا كانك انت معرسه وبتتر عندك مشاكل، بتتر ما جبتش صغار، زيد نحلوا قوس لهنا، فما كتاب مازلت كي تحت بيه الوغ لا روعه روعه، اسمه فوس كوش دو بوان دو لا سوفرانس ا لا ديكوفيرت، عاود لك اسمه فوس كوش دو بوان دو لا سوفرانس ا لا ديكوفيرت، قصه نتاع امراه عملت دو فوس كوش، فهمت؟ وفعلا باش تقعد تتبع في السيركوي نتاع الطب شنو يقولوا شنو يلزم نعمل وما نعملش، هذاك الكل عملته سي بون، فهمت؟ مشات باش معناها الا في ان شيمينمون انتيريور سبيريتوال سي فو فولي، باش تفهم علاش بدنها مش قابل باش يجيب صغير، دونك فهمت برشا حاجات، دي ميموار دي تروماتيزم بوتيتر بارابور ا سا مير ولا بارابور ا سا سوسيتي، دونك فهمت اللي هي كانت عندها رؤيه معينه للصغار، بدنها قالها لي قالت له اوكي هاني فهمت الميساج، سي ا بارتير دو لا كو الامور باش تبدا تتحل. زيد عندي صاحبتي تحكي لي كيفاش معناتها الحكايه ذي نتاع الصغار عملت لها ازمه في حياتها، خاطر ما نجمتش تجيب صغار، كل مره تعمل فوسكوش وتمشي للطبيبه وكل لين صارت، قالت لي فازه، حكيتها لي بكري، قالت لي بلاي احكي عليها سنت، قلت لها باهي، قالت لي صارت فازه هكا، معناها الطبيبه تحكي قالت لها مي اسكو تو فو فريمون افوار دي انفون، قالت لها نو، قالت لي صدقني كلمه نو كي خرجت ما فقتش بها، قالت لي وقتها فقت اللي انا معناتها كنت نكذب على روحي، ان فيت ما ان فيت انا ما نحبش، قالت لي تو فهمت لي انا ما نحبش نجيب صغار، تو ما نحبش ما نحبش ما نحبش جون فابا، فهمت؟ لكن كنت خايفه من المجتمع، قالت لي وصلت نكلم بابا نقول له الله غالب سامحني، معناها نعرف اللي انت تحب تولي بابي وتولي عندك وعايلة راجلي زاد يحبوا، بعد قلت فقت على روحي، قلت اخي انا تو اخي انا روبو معناتها باش نجيب لهم بيبي باش يفرحوا بيه يعجبك شي زاد، انا ما نحبش، قالت انا في الوقت هذا نتاع عمري في الوقت هذا، وان فيت هي ما كانتش واعيه اصلا اللي هي ما تحبش، كانت شواعية، كانت تتبع في الثنية نتاع نمشي نداوي نمشي نعمل درشنا نمشي نعمل درشنا، أصلا إلي تي كومبليتمون ديكونيكتي دو سون إتر انتيريور، فهمت؟ دونك كيسر عجبتني الحكاية قلت نحكيها لكم، واكتشفت دونك ايفينمون اسمه تشايلد فري وكله، قالت لك أنا توا الوقت الحاضر توا توا بتتر دون سانك أون سافا شونجي، توا أنا ما نحبش صغار، إي بيغسون نا أ مو جوجي، إي سي بيان. بيرسون نو دوا تو جوجي، فهمت؟ انت حره. او ميم طون والله العظيم كنهار عندي اتيديونت جو فيني لاتسو،
باش ما نطولش عليكم، انا خاطر نبدا نفدلك في الكلاس. نقول لهم مثلا عطيتهم خدمه وما خدموهاش، نقول لهم علاش ما خدمتوهاش، شنو اللي على يديكم انتم توا دي جون وما عندكمش دي زوبليغاسيون، يا اخي عندكم اربع صغار لاهين بيهم، خاطر طلب هما دي ستوديون مازالوا صغار. اخفم واحده ولا تضحك، قالت لي اي، قلت لها شنو عندك اربع صغار، قالت لي اي، صخيبة عاملة بالعاني فهمت، قلت لهم بون راهو مش نفدلك انا بون، يا اخي قالوا لي اي مدام بالحق راهي مش تفدلك، قالت ما خسر لها، قلت لها قداش عمرك انت، قالت لي 23، كومون قالت لي وي مدام انا من صغري نحب الصغار، وكنت معناتها ملي نقرا في الليسي معناتها انا جو سوي اموغوز دو كيلكان ونتفاهموا، عرسنا فهمت ديكو خذيت الباك عرسنا، والكرش الاولى جبت زوج صغار والكرش اللي بعدها جبت زوج صغار دونك قالت لي جو مي غوتروف توا نقرا في السوبيريور وعندي اربع صغار، انا نخسر لها كي قلت لها اي كومون تو تون سور، قالت لي بوف جو مون سور جو مورغانيز فهمت، قالت لي دوبلت تقريبا عام ولا عامين دوبلت، مي بون قالت لي سي با غراف انا بور لو مومون فرحانه ياسر، انا نحب الصغار تقريبا، هي تربيت وحدها في اونيك ولا حاجه دونك معناها تحب هي الشيء ذا، زاده نحترموا الديزير نتاعها، شوف محليهم شوف كيفاش محليها الحياه وقت اللي تخلي لو بابيون انتيريور كيما حكيت لك بكري يخرج جناحاته، ما تاخذش قرارات في حياتك نتيجه الضغط الاجتماعي فهمت، تاع لي ريزو سوسيو تاع البرمجه هذه تاع المجتمع والغناء واللي فيلم دامور وكل شيء، لكن تاخذ قرارات مبنيه على ذاتك الداخلانيه، انت شنو تحب. Voilà, j'espère que ça a été utile. Merci et à la prochaine.